المظاهرة النهاردة طبعا هي جزء من الفعاليات اللي بتنظمها القوى السياسية في لمواجهة الهجمة اللي بيشنها المجلس العسكري على قوى الثورة، اللي هي حملة ممتدة شملت حركة 6 أبريل وشملت منظمات المجتمع المدني والاشتراكية السوريين والأناركيين. واحنا هنا واقفين عشان نوصل رسالة للمجلس العسكري ان الهجمات بتاعتكم على الثوار بتأتي بنتائج عكسية، العكس بيبقى في حالة تضامن اوسع، بيبقى في حالة كشف في الشارع لمخططات المجلس العسكري لتصفية الثورة وصورها. واحنا هنا جايين عشان نوصل الرسالة ان الثورة مستمرة وان احنا نازلين يوم 25 يناير عشان نكمل صوتنا وعشان نحقق مطالبنا. حكم العسكر يسقط يسقط حكم العسكر. احنا الشعب الخط الاحمر. احنا الشعب الخط الاحمر. يسقط يسقط حكم العسكر. يسقط يسقط حكم العسكر. اهتف اهتف ناضي الناضر. اهتف اهتف ناضي الناضر. احنا الحق وهم الباطل. احنا الحق وهم الباطل. يلي باتوا الغد والمصنع. يلي باتوا الغد والمصنع. باتوا عرقنا للسمسار. باتوا عرقنا للسمسار. باتوا بلدنا للسمسار. باتوا بلدنا للسمسار. مش رح نخدع مش رح نركع. مش رح نخدع مش رح نركع. يسقط يسقط الاستثمار. يسقط يسقط الاستثمار. انا ياسر عبد الله، عضو في الحركه للاشتراكيه التحرريه، والنهارده الوقفه تضامن مع الشاكين الثوريين ومع الحركه الاشتراكيه التحرريه بسبب البلاغ اللي اتقدم من جمال تاج الدين عضو خط المحامين، بيتهم فيه الطرفين بمحاوله اسقاط الدوله المصريه وبيوجه اتهامات مرسله وليس لها اي علاقه باي حاجه. والغريب ان البيان النائب العام قرر ان هو يرحله على طول نيابه امن الدوله برغم ان في احداث خطيره جدا، وكده في مفارقه غريبه جدا ان يكون العدلي ومبارك بيتحاكموا قدام محكمه جنايات مش قدام محكمه امن دوله، برغم انهم عملوا افعال يعني اجراميه وقتلوا متظاهرين مصر وقتلوا الثوار، وبسبب شويه كلمات او شويه تغريدات على تويتر او فيديو يتوجه الكلام للمحكمه. ولو استمرنا على النهج ده ممكن نتحول لنيابه امن الدوله بسبب نكته قلناها يعني. فاحنا بنرفض النهج ده وبنرفض النهج ده من سواء السلطه القائمه اللي هي المجلس العسكري او السلطه المحتمله اللي هي الاخوان المسلمين. والوقفه هنا بتوجه رساله ان الكلام لن يؤخذ للمحكمه تاني، ومن حق اي حد يعتنق اي فكر ويقول اي حاجه هو عايزها. انا ما شفتش الورقه. لا هو عملت ايه؟ انا ما شفتش الورقه دي. انا كلامي معاكي انت بتقولي انا مش انا الجرالي واقف اتضامن معاكم بس. مصر بلدنا مدنيه. مصر بلدنا مدنيه. لا دينيه لا عسكريه. لا دينيه لا عسكريه. عايزينها دوله مدنيه. عايزينها دوله مدنيه. عيش حريه عداله اجتماعيه. نعمل
الخضرة راح الجنة، نعم الخضرة راح الجنة، لا السودة راح جهنم، لا السودة راح جهنم. قولها أوو، قولها أوو، أولها أولها، والإعلان بقى دستوري، والإعلان بقى دستوري، طريق البشري بقى جنزوري، طريق البشري بقى جنزوري. تضامن مع الاشتراكيين الثوريين، تضامن مع الثورة المصرية، نقف ضد كل محاولات التشويه اللي بتشن على الثوار، على مجمل الحركات، على 6 ابريل، على الاشتراكيين الثوريين، على يوم 25 اللي بيصوروه على انه هيبقى يوم لحرير القاهرة. توقعاتك ايه اليوم 25؟ يوم 25 هيبقى يوم حاشد ضخم للثوار، هينزلوا في كل الميادين وفي كل المحافظات بالتأكيد على مبادئ الثورة، وفي مشاورات بتوقف الآن ما بين العديد من الحركات السياسية والقوى السياسية لتنظيم يوم 25، وكل الثوار نازلين مع بعضهم إيد واحدة وقلب واحد، وهدفنا الأساسي هو إزاحة العسكر عن الحكومة.